اسمي مها المكاوي، زوجة رأفت فيصل شحاتة وشهرته أشرف شحاتة. أشرف مختفي بقاله 1 سنة و10 شهور، مختفي لدى الأمن الوطني في وزارة الداخلية من يوم 13 يناير 2014. طبعا تاني يوم رحت عملت بلاغ في مركز كرداسة، وعملنا بلاغ للنائب العام أو عدة بلاغات للنائب العام، وعملنا بلاغ للمجلس القومي لحقوق الإنسان. وجهنا نداءات كتير لرئيس الجمهورية من أيام عدلي منصور وحكومة حازم الببلاوي، وبعد كده الرئيس السيسي وحكومة محلب والحكومة الحالية كمان. قدمنا بلاغات كتير، بعت تلغرافات كتير، طبعا ما فيش أي استجابة خالص للكشف عن مكان أشرف إطلاقا. يعني والله يعني الإضراب ما هو إلا وسيلة سلمية للضغط ومحاولة الضغط على المسؤولين. جايز حد يكون عنده ضمير يرد علينا، جايز حد يقول في أسرة محرومة من عائلها يحاول إن هو يكشف عن مكان أشرف، يحاول يرد علينا. فالحقيقة قررت إن أنا أدخل في إضراب، لأن أنا مش هخسر حاجة أكتر من اللي أنا خسراه، ومش هتوجع أكتر من الوجع اللي أنا فيه في غياب أشرف. بطلب طلب بسيط جدا، انا لا بقول زياره لاشرف ولا بتكلم اقول خرجوه او الافراج عنه، انا بقول كشف عن مكانه. انا عايز اعرف انتوا واخدينه بقالكم 1 سنة و10 شهور، يعني مدان او عليه قضيه، حكموه. ابسط حاجه ان انتوا تحكموه. بس انا هفضل مستمره في الاضراب رغم المحاولات المستميته من المقربين جدا ليا، الاصدقاء والمحامين، ان انا افك الاضراب ده، لكن مش هقدر. يعني كده كده ما فيش نفس لاكل اي حاجه واشرف مش موجود معايا. الحياه مركز النديم اول حد استقبلني في بدايه القصه النهائي في يناير 2014، لانه هو مركز تاهيل نفسي كمان. كنت انا متدمره نفسيا يعني تقريبا شبه مصدومه من اللي بيحصل، مش مستوعبه اطلاقا ايه اللي بيحصل لاشرف ولا لينا. فقررت ان انا اتواصل مع الدكتوره عايده، والحقيقه تفضلت مشكوره، فتحالي باب المركز من اول يوم اختفاء لاشرف. انا الرساله الاولى بوجهها لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي كان من يومين بيتكلم في خطابه بيقول قولوا لي انا اسات لمين. هقول له حضرتك اسات ليا، اسات لاشرف شحاته، ان هو مختفي في حكومة حضرتك، والحكومة دي حضرتك اللي بترأسها. يا ريت تطالب وزير الداخلية ان هو يكشف عن مكان أشرف لإنقاذ أسرة فيها زوجة وثلاث أولاد مش عارفين مصير أبوهم ايه. الرسالة الثانية بوجهها لوزير الداخلية، بقول له حضرتك الاختفاء القسري، أشرف وغيره كتير آلاف ومئات موجودين عندك، يا ريت بس تطمنا تقول لنا هم موجودين عندك ليه، حاكمهم لو ليهم قضايا، حتى لو مالهمش وانت عايزهم عندك يا سيدي خليهم عندك، بس طمنا احنا اهاليهم، طمن اهاليهم عليهم، طمن ولادهم عليهم.